متتبعي قناة الفاسبريس، مرحبا بكم في هذه الحلقة الخاصة اللي غنناقشوا فيها قضية زرع النخيل على مستوى مدينة الدار البيضاء. أثار القضية موجة كبيرة على اعتبار أن هذا النخيل جاء على حساب الأشجار المعمرة في مدينة الدار البيضاء. هناك من يقول بأن هذا النخيل هذا لا يتلائم مع مناخ الدار البيضاء، لأن هذا النخيل خصو واحد المناخ جاف أو شبه جاف. البعض يقول لا، هذا النخيل تورى مزيان. علاش؟ لأنه يساهم في تزيين مدينة الدار البيضاء. وأيضا هناك بعض النخل اللي هي النخلة الواشنطنية هي يعني عندها واحد الجدوى وعندها واحد الدور على مستوى المحاربة التلوث. من أجل مناقشة القضية دي نستضيف السي يوسف أحداث، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية في قطاع البسنة. السي يوسف مرحبا. مرحبا ورمضان كريم للمشاهدين وتحية للمنبر الموقر. الله يبارك فيك سي يوسف. مؤخرا يعني الدار البيضاء مشات لواحد السياسه اخرى في المجال البيئي، انها تدير واحد تزرع النخيل بدل الاشجار. بالنسبه لكم انتم كم يعني كمهتمين بهذا القطاع البسنه، بالمقاول في هذا القطاع تاع البسنه، كيفاش تشوف هذه الخطه الجديده؟ شكرا. غير الظاهره ديال تنخيل شوارع الدار البيضاء، هذه ظاهره ماشي غير حنا اللي انتبهنا لها كمهنيين، بل هي كاع جميع المواطنين والفاعلين ديال البيئه، واللي كانوا داروا واحد العريضه واللي كانت تعرضات في الموقع ديال افاز اللي كيستنكروا هاد التنخيل ديال الشوارع. وهذه راه في الحقيقه كنتسائلوا عليها نحن كذلك، لان خاصه ملي كنشوفوا على حساب بعض الاشجار اللي هي اصيله ومعمره، اليوم ملي كنشوفوا مثلا اعدام ولا اقلاع ولا اجتتات اشجار ديال لي فيكيس اللي هي معمره، اللي كان عندها الدور ديالها البيئي والاكولوجي لا وكتعوض بهذا النخيل هذا اليوم راه. ولكن علاش نتوما ضد هذا النخيل هذا؟ يعني علاش النخيل تا هو راه كيهتم تا هو عنده تا هو طاب يعني محاربه التلوث وكذا؟ لا ماشي حنا ضد سميتو ضد النخيل، ولكن ماشي اننا باش نكرسوه يدار مثلا في واحد الشريعه ولا واحد الشارع، ولكن نعطيو راه كاين هناك اشجار. راه الطبيعه ملي كنقولوا الميدان ديال البستان راه كاين عشرات سميتو ديال الاشجار. وحقيقه خصنا نرجعوا مثلا كذلك لكل منطقه والمناخ ديالها والتوالي الملائمه ديالها. واليوم ملي كنتسائلوا هنا واش هاد اليوم واش هاد النخيل ما اسمح لي قلت واش هاد النخيل المناخ تاع الدار ما تيليقش لهاد النخيل هذا؟ لا، هاد النخيل اللي كنشوفوا خاصه ديال على مستوى الواشنطنيه هو مساله ديال التزيين. اما فيما يخص، ولكن هناك ما تيقول بان الواشنطنيه، ذكرتي الواشنطنيه، تيقول بان الواشنطنيه يعني ما عندهاش مشكل ان تزرع في الدار البيضاء تتنسجم مع المناخ تاع الدار البيضاء. ولكن بالنسبه مقارنه مع باقي الاشجار فهناك الاشجار اللي عندها سميتو الدور ديالها في البيئي والايكولوجي اكثر من النخيل. حنا النخيل مثلا كنقولوا بانه ماشي انه كاع يدار، ولكن يدار ولكن ماشي بهذه الطريقه اللي اليوم كنشوفوه. ان اليوم تنخيل جميع الشوارع فهذا راه اليوم شويه كنتحفظوا عليه، وخاصه حنا كنشوفوا اليوم فين هو واش في هذه المساله واش استحضار المهندسين المنظريين ولا ديال البستانه في هذه المساله. هذا اليوم مؤخرا المعرض ديال القطاع ديال اللي كان دار مؤخرا فيما يخص ديال الاشجار ماشي غير نوع النخيل، عندنا انواع، وخاصه ان اليوم نراعيو فيها كل منطقه كل أشجار كل منطقه ونشوفوا الاشجار مع المناخ اللي كتماشى معها. اليوم اللي كنحيدوا الشجر ديال الفيكيس على مستوى مثلا شارع الشجر ومجموعه ديال سميتو وكنعوضوها بهذا النخيل شويه راه هنا التساؤل ديالنا. باش نوضحوا للمتتبعين تاع قناه الفاسبريس اشنو الضرر، اشنو الضرر بانه نديروا النخيل بما ان الهدف هو الحفاظ على البيئه؟ حيت كاين البعض تيقول لك بان هذا النخيل هذا هو راه تيحافظ على البيئه، ما كاينش شي مشكل كبير يعني. درنا الشجر درنا النخيل بحال حنا نمشيو غير المثل المغربي كيقول لك واش النخله ضل الله تعالى نفسها. وحنا دابا هاد المواطنين وهذا اليوم اللي خصنا نفكروا لهم باننا نلوا اشجار باش نستغلوا الظل ديالهم يضلوا فيه المواطنين والناس اللي الماره ديال الشوارع. حنا النخل ماشي ضده، ولكن يدار بواحد الطريقه ماشي يكون على حساب جميع سميتو ديال الاشجار. كاين شجر اليوم اللي هي اكولوجيه وبيئيه، خاصه هاد اللي في كيس اليوم اللي كنشوفوها اليوم يقوم بالاجتتات ديالها، مع العلم بانها شجر اصيل ومعمر وكاينه في جميع الشوارع التاريخيه اليوم على مستوى المملكه. بالتالي راه هذا راه ماشي عبثا ان الناس جاو حطوه ديك الساعه سميتو، راه عنده واحد الدور اليوم غير بسيط. اليوم ملي كتكون غير شويه الشتا وقف حداه مثلا كتلقى انه كتساقط داك
داك سميتو ديال التلوث وديال لا بوليسيون خاصه بالنسبه للاشجار. بالنسبه للاشجار اليوم حنا اليوم راه مدينه غوليه مدينه صناعيه كاين مصانع خصنا نخدموا على ما هو مثلا ولكن اللي خلوش ما يقدرش يدير هذه الوظيفه هذا هو السؤال. لا ما يديروش ما يديروش مثلا مقارنه مع الاشجار ديال اللي في كيس وديال سميتو ما يديروش يعني الوظيفه ديال يكونوا محدوده مقارنه مع الاشجار. مقارنه كل شجر عنده سميتو ديالو. حنا مثلا نخل كيدار مثلا في شويه ديال الزينه وديال سميتو المنظري. اما فيما يخص ما هو الوظيفه البيئيه الوظيفه البيئيه والايكولوجيه هاد الاشجار اليوم التي يقوم باجتثاثها او كنشوفوها اليوم هذه راه ظاهره ماشي غير على مستوى الدار باش عندنا في المواقع مجموعه ديال المدن اليوم اللي ولكن بالنسبه لك انت مهتم بهذا الشيء تاع القطع البسنانه شنو الحوايج اللي تخلي الدار البيضاء ولا المسؤولين تاع الدار البيضاء يمشيو لهذا الاتجاه تاع النخيل يعني غتكون عندهم مبررات ديالهم بطبيعه الحال. انا شخصيا ومن خلال كمهني وكمقاول انا كنشوفه ربما سميتو ربما انه متواجد في السوق وخاصه اليوم حنا كمهنيين من المقاولات الصغرى اللي مقصيين في مجموعه ديال الصفقات الكبرى اللي كنشوفوها كتقوم بهذا التنخيل هذا كنتحفظوا وكنتسائلوا اليوم سميتو شحال الثمن ديال الكلفه ديال هذا النخيل على الساكنه البيضاويه وعلى دافع الضرائب. خاصه حنا كنعرفوا اليوم هذا موج المساله ديال النخيل اليوم متواجده في السوق راه تلقى النخل وما تلقاش اللي فيه كيس مع العلم بان اليوم حتى الثمن ديال اللي فيه كيس راه هو غير مكلف. الشجره اليوم ديال اللي فيه كيس كدير ما بين 600 حتى 700 درهم وعندها دور ايكولوجي. بالنسبه للنخل الواشنطني شحال؟ اليوم النخل حنا اليوم كنتسائلوا مادام حنا مقصيين من هاد الصفقات ما عارفينش انتم شحال خصنا نعرفوا شحال كنا كنعرفوا حنا ان في السابق ملي كنا مفتوحه امامنا الولوج ديال الصفقات العموميه وكانت فيها الشفافيه وكانت هذا كان هذاك النخيل سميتو كيساوي ما بين 7000 حتى 10000 درهم الوحده. يعني الكلفه الماليه تاع النخيل اكثر من اكثر بكثير هذا مكلف. حنا اليوم هذا هو التساؤل ديالنا مادام اليوم حنا كنشوفوا هذه الصفقات الضخمه واللي مقصيين فيها كدار واحد الشروط تعزيزيه على مقاس بعض الشركات الكبرى باش نقولها بكل وضوح كنتسائلوا ما هو المبلغ الثمن ديال الكلفه ديالها على الساكنه البيضاويه. البعض اللي مؤيدين هذه القضيه تاع زرع النخيل تيقول بان الاهتمام ولا التركيز على زرع النخيل كان من الجانب المنظري يعني خاص يكون ديك الشوارع تكون ديت فيها الترام وتكون عندها نفس المنظر. وعلى هذا السبب يديروا لنا مدينه النخيل. حنا اللي كنعرفوا مدينه النخيل هي مدينه مراكش. اليوم راه كل مدينه وعندها المناخ ديالها وعندها المنطقه ديالها وعندها الاشجار والنخيل اللي كتوائموا معها. واليوم حنا علاش كنتسائلوا اليوم فينا هو الاستحضار ديال المهندسين المنظريين وديال لي بيجاجيس سميتو ديالهم. دابا النخله بغينا نديروا في واحد الدار بيضاء مثلا اشني الشروط اللي خصها باش تنجح باش هذاك المشروع تاع النخله يعطي ولا ينجح؟ واش دائما تقولوا المناخ لا يليق مع النخيل، كيفاش المناخ لا يليق؟ المناخ شبه يعني النخله تطلب واحد المناخ جاف ولا شبه جاف، الدار البيضاء ما موفرش المناخ، اشنو الانعكاسات ولا التاثير ديال هذه العمليه؟ كنعرفوا مثلا كنقولوا النخيل عنده انواع واغلبيه ديالو هو مثمر، يعني باش تعطينا باش يكون مثمر خصو يكون ملائم مع المناخ ديال الطبيعه ديال المكان ديالو. اللي تيدار في الدار البيضاء ماشي مثمر. غير مثمر، لما كتشوفوا مثلا على مستوى الشارع غادي كاين سميتو بارميكاريانسيس. راه كتشوف بانه مخرج سميتو الثمار ديالو ولكن غير مثمره في حين انه كانت مثلا في مراكش او في زاكوره او في وزازات يعطيك الثمار ديالو. اذا ما الجدوى ديالو؟ نعطيو مثلا حنا ما كنقولوش دار واحد شويه ديال سميتو ولكن ماشي على حساب الاشجار اللي هي كتساهم في تلطيف الجو وكتساهم في نقص من التلوث وكتصفي هذا ديال الدخان. وخاصه حنا اليوم على كنهضروا على مدينه غوليه ومليونيه فيها التلوث وفيها سميتو بسبب المصانع بالتالي كاينين اليوم الطيور المهاجره ما بقيناش كنشوفوها اليوم. باش غتجي مثلا انت كتشوف نعطيك على سبيل المثال اليوم غير الساكنه ولا المارة اليوم بغيتي تريح انت ولا العائله ديالك غادي باغي تضلل واش غتضلل تحت نخله ولا تحت شجره؟ تحت شجره هذا هو السؤال اليوم اللي خصها تطلع. بالنسبه لكم انتم كمهتمين بهذا القطاع البستانه والمنظمه واش فتحتوا شي نقاش مع الناس على الدار البيضاء طلبتوا شي لقاء باش توضحوا لهم الامور ولا تيبقى غير تتفرجوا انتم؟ سي بوستا حنا من دورنا كهيئه نقابيه في هذا الميدان
صوبنا واحد الملف اللي ساهمنا به المجلس الجماعه ديال الدار البيضاء، اللي فيه مثلا اراء ديال الخبراء وديال التقنيين، خاصه في هذا الاسميت بالاشجار اللي كتوالم مع المناخ، وكذلك مع سميتو فيه كذلك ديال التدبير ديال المياه ديال الصقر. ولكن لا حياه لمن تنادي، لحد الساعه ما كاين لا استجواب لا اخذ بالراي. كل واحد كيدير يعني قدمتوا لهم التقرير ولكن ما كاينش شي رد فعل. التقرير قدمناه لمجلس الجامعه ديال الدار البيضاء مساهمه منا ومن جانب حسنا الوطني، خاصه اليوم في سميتو ديال المساله ديال سواء السياسات البيئيه ولا السياسات المائيه. هذا التقرير فيه سميتو ديال المهندسين والخبراء، ولكن للاسف. سي يوسف شكرا جزيلا على قبول الدعوه، متتبعي قناه فاسبريس، الى اللقاء فرصه قادمه ان شاء الله.